اسمع كلمة السبت في القرآن نجد أن يوما من أيام الأسبوع ذكر بلفظه سبت، ويوما آخر ذكر برضو بلفظه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. إذن يومان في الأسبوع نص الله على أسمائهما السبت والجمعة. ومن العجيب أن النص على هذين اليومين بالاسمين السبت والجمعة لم يدخل في العدد، لأن مدام أيام الأسبوع سبعة وفيها الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس، كان المفروض أنه يجي إيه بقى في السبعة؟ السداس بقى مش كده والسباع، لكن ما قالش لا سادس ولا ايه ولا سابع. واللي ما قالش عليهم لا سادس ولا سابع جابهم باساميهم الجمعه والايه والسبت، لكن الاحد والاثنين والثلاث والاربع جاءت بالعدد، والخميس جاءت بالعدد انما ما جاتش باساميها عندنا هنا. يبقى شوفوا التوزيع بقى، الذي ذكر بالعدد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واللي ما ذكرش ذكر باسمه اسمه ايه جمعة وسبت. طب الجمعة اللي هو العيد ده اللي مفهوم في الاجتماع ولا مش عارف، نقول لك نعم، لأن قضية الخلق كما علمنا في ستة أيام. معقول اننا لما نيجي نعد بقى نقول ايه احد اثنين ثلاثاء أربعة خميس؟ طب لكن لا يزال هناك يوم، لأنه قال في ستة أيام. قال لك هذا اليوم لم يسميه الله من مشتقات الستة كما سمى الأربعاء من مشتقات أربعة، والثلاثاء من مشتقات إيه ثلاثة، والخميس من مشتقات خمسة، هو جابه جمعة بلفظه كده. قال لك لأن ده اليوم الذي اجتمع للكون نظام وجوده فسماه الجمعة. ولذلك احنا بقى يا المسلمين اخذ لنا عيد، العيد اللي هو ايه اجتماع كل الكون في ذلك اليوم، فليجتمع المكون له الكون في ذلك اليوم. طيب والسبت يعني ايه بقى؟ طب عرفنا جمعة يعني اجتماع، واجتماع النعمة بتاعت ربنا في ايجاد الكون تمت في ذلك اليوم خلاص، فالمؤمنين بالله يجتمعون في ذلك اليوم كأنه حفاوة بايه باجتماع كل مدلولات كلمة الكون لهم، كلام طيب. طب والسبت؟ قال لك المادة دي السين والباء والتاء تفيد معنى القطع في اللغة، تفيد معنى القطع والسكون والفراغ من الشيء. ثبت يثبت ثبتا إذا قطع عمله وسكن. وصحيح يوم السبت كان كل الأعمال إيه انتهت، ويبقى مش اليوم ده مش مشغول بخلق شيء في الكون، يبقى فرغ من الكون، يبقى ناسب أن يكون اسمه إيه؟ قطع العمل فيه وسكن كل شيء واستقر وفرغ من خلق الإيه؟ من خلق الكون.